للحديث عن الموضوع مشاهدينا معنا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتورة ريم عماد، نائب مدير مستشفى المعهد القومي للأورام. دكتورة ريم، مساء الخير، أهلا بك معنا. نعود لنطرح ذات السؤال وبشكل أكثر تبسيطا للمشاهد، لماذا بعض السرطانات مميتة أكثر من غيرها؟ مساء الخير. طبعا هو يعني في أنواع معينة من السرطان سبق إن هي بتسبب الوفاة أكتر من أنواع تانية، وده بيختلف من الرجال للنساء. يعني مثلا أكتر نوع سرطان بيؤدي للوفاة في الرجال هو سرطان الرئة، في حين إن في السيدات هو سرطان الثدي. نعم. طيب، أيضا هناك اختلاف في قوة وتأثير ذات السرطان من حيث النوع والحجم من مريض إلى آخر، فيمكن مثلا أن يقتل مصاب بينما يمكن أن يعيش مصاب آخر لعدة سنوات. ما السبب دكتورة؟ طبعا السبب ان الورم حسب حجمه وحسب درجه الدرجه بتاعته الباثولوجيه. يعني الاورام بتقسم الى 4 درجات، جريد 1 و2 و3 و4. فالدرجه الاولى والثانيه عاده استجابتهم للعلاج بتبقى افضل بكتير من الدرجه الثالثه والرابعه. في نفس الوقت الورم لو اكتشفناه بدري وكان الحجم بتاعه صغير، استجابته للعلاج كمان بتبقى افضل بكتير من الحجم الكبير. فعشان كده نوع معين من الأورام قد يعني يستجيب للعلاج في مريض ولا يستجيب للعلاج في نفس مريض آخر مع أنه نفس النوع. طيب دكتورة، ذكرتي حضرتك أنه يختلف تأثير السرطان وقوته بين الرجال والنساء، أنه الرجال أكثر سرطان الرئة يصابون به، النساء سرطان الثدي. هل يختلف في الأعمار أيضا بين المصابين، مثلا قوة مناعتهم، العامل الوراثي في الإصابة، هل تلعب كل هذه الأمور أيضا دور؟ طبعا لان احنا مش عارفين السبب المؤكد للسرطان، فاحنا بنقول ان كل دي عوامل بتلعب دور في كمسببات. يعني زي مثلا علاقه التدخين بسرطان الرئه، يعني بعض المدخنين قد يصابون بسرطان الرئه وبعضهم لا يصاب بسرطان الرئه، وممكن كمان سرطان الرئه يجي في واحد مش مدخن. فاذا ما تقدريش تقولي ان هو سبب، بس تقدري تقولي ان هو عامل مؤثر. وطبعا بسبب ارتفاع نسبه السيدات المدخنات في الفتره دي كمان لقينا بنشوف سرطان الرئة ابتدى يعني أعداده تزيد شوية في النساء زي الرجال. يعني دكتورة، كيف من الممكن التعايش مع المرض الخبيث للمصاب به؟ طبعا هو أهم حاجة إن المريض لا يتوقف عن ممارسة حياته العادية. يعني إحنا دايما بنحرص في العلاج إن أنا مش بس أدي علاج يعالج الورم، إنما أحرص على الكواليتي أوف لايف بتاعة المريض أو على جودة حياته، سواء في نوع الجراحة اللي هختارها، سواء في نوع العلاج اللي هديهوله، في عدد الجلسات. لازم الطبيب يبقى حريص ان المريض يفضل قادر دايما على ممارسة حياته بصورة طبيعية. دي اكتر حاجة بننصح بيها طبعا المرضى، انه لا يتوقف عن ممارسة حياته الطبيعية. بالإضافة إلى ممارسة حياته الطبيعية وجودة حياته دكتورة كما ذكرتي، هل فعلا أن العامل النفسي أيضا يمكن أن يلعب دور في عملية شفاء المريض؟ طبعا، وعلى فكره العمل النفسي مش معناه ان انا اخبي على المريض عشان ما يزعلش، بالعكس احنا بنحب نصارح المريض بحقيقه مرضه، لان هو بيبقى عنده يعني رغبه في الشفاء ورغبه في التمسك بالحياه. وكتير جدا من المرضى لما بيبقوا هما عندهم هذه الرغبه، طبعا يعني كل شيء بامر الله، بس يعني احنا بنحس ان ده قد يكون له عامل في استجابه المريض للعلاج. إذن من هنا دور المحيطين بالمريض بالسرطان دكتورة، كم هو مهم لدعمه في عملية الشفاء أو التعايش مع وضعه؟ ده حقيقي جدا. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتورة ريم عماد، نائب مدير مستشفى المعهد القومي للأورام.